نشرت الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفي عناوينها: قبيل انطلاق مؤتمر أصدقاء سوريا، حجاب يعرض المراحل الأساسية لعملية الانتقال السياسي لحل الأزمة سوريا. مقتل 10 مدنيين في قصف على حي السكري في حلب، وحركة النجباء الموالية لإيران ترسل 1000 مقاتل إضافي إلى المدينة. وفي اليمن قصف حوثي على منطقة الصلو في تعز، والمقاومة الشعبية والجيش الوطني يشنان هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في مديرية الغيل. أهلا بكم. قدمت المعارضة السورية رؤيتها للحل السياسي في سوريا، تتضمن مرحلة تفاوض من 6 أشهر على أساس بيان جنيف، تليها مرحلة انتقالية من 18 شهرا تشكل خلالها هيئة الحكم الانتقالي من دون رئيس النظام بشار الأسد. مشروع حل للأزمة السورية وثيقة تقول المعارضة إنها نتاج جهد وحراك سياسي وعسكري واقتصادي ومجتمعي التقت عليها الأطياف السورية لتوضع أمام طاولة مصطلح عليه بوزراء خارجية النواة الصلبة من أصدقاء سوريا. لا حل سياسيا هنا إلا بالتجديد على رفض الأسد. طرح السيد لافروف ببقاء بشار الأسد لن تحل المشكلة ولن تنتهي هذه المأساة. ما يحصل في سوريا منذ 5 سنوات وأكثر من 5 سنوات هو نتيجة تمسك بشار الأسد وزمرته بكرسي الحكم. إذن هي مرحلة انتقالية من دون الأسد. جوهر الوثيقة التي تتضمن مرحلة تفاوض من 6 أشهر على أساس بيان جنيف، تليها مرحلة انتقالية من 18 شهرا تشكل خلالها هيئة الحكم من دون أي رمز للنظام، لكنها تؤشر إلى استمرار التباين بشأن مسألة توصيف وتحييد الجماعات الإرهابية في سوريا. نحن نرى أيضا مع الرئاسة الأمريكية المسائل المشتركة الأمريكية والروسية أنه لابد من ابتعاد المعارضة المسلحة السورية المسلحة عن التنظيمات الإرهابية كداعش وغيره. ومع التجديد على تعزيز دور المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية التي تشهد تسارعا داميا على الأرض يوميا، تجد المعارضة السورية نفسها ملزمة بطرح رؤيتها في هذا الوقت، وهي تختبر بذلك قدرة الجميع وبينهم أصدقاء سوريا على التعجيل بالحل. رسمت المعارضة السورية اليوم إطارا لمستقبل بلدها سياسيا اقتصاديا وحتى اجتماعيا بالإصرار على رفض الأسد وديوله، لكن من يتلقى عصف الحمم من السماء والأرض هناك لا يريد حلما ورديا كالذي طرح هنا. هي خطوة تبقى طي الورق حتى تجد مكانا لها على أرض باتت شظايا. سمير العادلي، تلفزيون العربي، لندن. قتل 10 مدنيين على الأقل في غارات لطائرات النظام السوري على حي السكري الخاضع لسيطرة المعارضة بمحافظة حلب شمالية سوريا. من جهته أفاد مسؤول في الدفاع المدني بحلب أن طائرات النظام نفذت ما لا يقل عن 3 غارات متتالية استهدفت مباني سكنية في حي السكري، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص معظمهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى دمار كبير في ممتلكات المدنيين. ومعنا من حلب الناشط الإعلامي أحمد الأحمد. سيد الأحمد، لو تضعنا في صورة القصف الذي طال حي السكري اليوم، وإلى أين وصلت حصيلة الضحايا؟ نعم، بعد يوم من ارتكاب الطائرات الروسية مزرعة يوم أمس في حي السكري، عاود اليوم الطيران الحربي الروسي مجددا استهداف حي السكري ب4 صواريخ فراغية. وصلت حصيلة الشهداء حتى اللحظة أكثر من 22 شهيد و42 حالة معظمهم حالتهم خطيرة جدا. وأيضا الطيران الروسي ما يزال إلى حتى هذه اللحظة يقوم بقصف أحياء الأحياء الشرقية لمدينة حلب، حي الصالحين وحي النيرب وحي قاضي عسكر، أيضا موقع عن 10 شهداء. المعارك ما تزال مستمرة في محيط مدينة حلب وريفها. أيضا أعلنت غرفة عملية فتح حلب منذ قليل عن استهداف الطريق الإمداد لقوات النظام من جهة طريق الكاستيلو، بعد أن حذرت منذ يومين أن هذا الطريق هو طريق إمداد، هو طريق سيتم استهدافه تفاديا للمدنيين الذين يعبرون هذا الطريق. من حلب الناشط الإعلامي أحمد الأحمد، شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل.
أعلنت فصائل المعارضة السورية المشاركة في عملية درع الفرات التي تدعمها تركيا، أعلنت المنطقة الواقعة بين مدينتي الراعي والباب منطقة عسكرية، ودعت المدنيين إلى إخلائها حيث تستعد للهجوم على مدينة الباب آخر معاقل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق حلب. جاء ذلك فيما ارتفع عدد قتلى هجوم التنظيم على دبابتين تركيتين إلى 3 جنود. مدينة الباب معقل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرقي حلب، على مرمى نيران فصائل المعارضة السورية المشاركة في عملية درع الفرات المدعومة من تركيا. والتنظيم يرمي بكل ما لديه في اشتباكات عنيفة في محيط بلدة الراعي التي خسرها مؤخرا. اقتراب المعارضة من مدينة الباب كانت تكلفته باهظة، فلم يتم تحرير بلدات الروضة وتل الهوى والأيوبية وصندي إلا بعد قتال شرس. واضطرت المعارضة إلى إعلان المنطقة بين بلدة الراعي ومدينة الباب منطقة عسكرية، داعية للمدنيين إلى الخروج منها إلى حين تحريرها. في هذه الأثناء ارتفع عدد الجنود الأتراك الذين لقوا نحبهم بعد استهداف التنظيم لدبابتين تركيتين مشاركتين في عملية درع الفرات إلى 3 جنود. وفي عاصمة المحافظة مدينة حلب تشن قوات المعارضة هجوما كبيرا في مناطق وأحياء العامرية والراموسة في محاولة لكسر الحصار المفروض على المناطق التي تسيطر عليها، وسعيا لاستعادة مجمع الكليات في جنوب المدينة. بينما يستمر النظام في قصف مناطق وأحياء الفردوس والمواصلات داخل مدينة حلب وبلدات وقرى عندان وأم القرى وخان طومان خارجها. وإلى الجنوب من حلب وفي ريف حماة تحديدا يستمر القصف العشوائي من طيران ومدفعية النظام لقرى الزكاة والناصرية وأم حارتين واللطامنة وعقيربات. وتسبب القتال في مدينة حماة وريفها في نزوح 100,000 شخص على الأقل خلال الأسبوع الماضي بحسب تقرير للأمم المتحدة. عاد نحو 300 نازح إلى مساكنهم في مدينة جرابلس الحدودية في أول عودة رسمية لمدنيين من تركيا عقب طرد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة. وكانت فصائل المعارضة قد حررت جرابلس في 24 من أغسطس آب بانطلاق الحملة المدعومة من تركيا والمسماة بدرع الفرات. وقال متحدث باسم مكتب حاكم إقليم غازي عنتاب التركي المنتخب للمدينة إن المزيد من اللاجئين سيعودون تدريجيا. من بلدة البيلي أو من مدينة غازي عنتاب عند الحدود التركية السورية ينضم إلينا مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، هل ما تزال عودة المدنيين إلى مدينة جرابلس مستمرة؟ بالفعل هشام، حركة العودة من معبر جرابلس إلى داخل الأراضي السورية ما زالت متواصلة. اليوم السلطات التركية فتحت هذا المعبر وسجلت دخول حوالي 250 إلى 300 لاجئ سوري عبروا الحدود إلى داخل مدينة جرابلس. طبعا عودة اللاجئين تأتي بالتزامن مع إدخال السلطات التركية المساعدات الإنسانية إلى داخل المدينة، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي قبل قليل أن السلطات التركية ستمد هذه المدينة بالمياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية خلال الأيام المقبلة لمساعدة اللاجئين السوريين على العودة والاستقرار داخل مدينتهم. فيما يتعلق بالوضع الميداني هشام، فقط دعني أشير هنا إلى الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث أعلن الجيش التركي أن المقاتلات التركية قصفت 5 أبنية تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى سيارة تابعة للتنظيم في ريف حلب الشمالي. وقالت السلطات التركية أنه تم تدمير هذه الأبنية بالكامل ضمن عملية درع الفرات. على الأرض هشام، الجيش السوري الحر يواصل تقدمه باتجاه مدينة الباب ويعلن سيطرته على 6 قرى جديدة أهمها هي الأيوبية والروضة وتل الهوى
وسينكلي وصندلي، بالإضافة إلى محاولته الآن الوصول إلى مشارف مدينة الباب التي تعتبر المعقل الرئيسي لما يرى بتنظيم الدولة الإسلامية. اليوم أيضا المناطق والقرى الواقعة بين قرية الغندورة القريبة من جرابلس ومدينة أعزاز، بعض القرى هناك أيضا شهدت اشتباكات ومعارك عنيفة بين فصائل المعارضة السورية التابعة للجيش السوري الحر من جهة وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى. ربما الأيام المقبلة هشام ستشهد معارك عنيفة في محيط مدينة الباب، لا سيما أن السلطات التركية بدأت باستهداف هذه المدينة عبر القصف المدفعي والغارات الجوية المركزة. من مدينة غازي عنتاب مراسلنا عدنان الظاهر، شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل. أعلنت حركة النجباء الشيعية العراقية إرسال 1000 مقاتل إضافي إلى الأجزاء الجنوبية من مدينة حلب السورية. وقال هشام الموسوي المتحدث باسم الحركة إن المقاتلين أرسلوا خلال اليومين الماضيين لتعزيز عناصرها التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني في جنوب وشرق حلب. وكانت حركة النجباء قد شاركت في الفترة الأخيرة في تقدم قوات النظام في مجمع عسكري جنوب غربي المدينة. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير خلال ندوة نظمها مركز جاثم هاوس في العاصمة البريطانية لندن، أكد على ثوابت أطر الحل السياسي في سوريا والتي لا بد أن تخرج أو ألا تخرج عن مقررات مؤتمر جنيف وقرارات مجلس الأمن المقررة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن زوال الأسد ضرورة أساسية لتحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا، وأن عدم تحقيق ذلك سيؤدي إلى استمرار الوضع المأساوي في سوريا. في سوريا موقفنا واضح جدا، التغيير في سوريا لابد أن يتم وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 والذي ينص على إنشاء هيئة حكم انتقالي ونقل السلطة من بشار الأسد لهذه الهيئة مع إقرار دستور جديد للبلاد وعمل انتخابات دون مشاركة الأسد، وهذا ما نعمل عليه مع شركائنا الدوليين. إلى اليمن، حيث تعرضت منطقة الصلو بمحافظة تعز جنوب اليمن إلى قصف بالأسلحة الثقيلة شنه الحوثيون وقوة صالح. جاء ذلك بينما شنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني هجوما واسعا من محاور عدة على مواقع الحوثيين وقوات صالح في الغيل بمحافظة تعز جنوبي البلاد وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين. في سياق متصل دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى في منطقة كهبوب على مضيق باب المندب في محافظة لحج. أفاد مراسلنا في اليمن بمقتل وإصابة العشرات في مواجهة عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة أخرى في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن المقاومة الشعبية والجيش الوطني حققا تقدما في المنطقة وسيطرا على 3 مواقع جبلية قريبة من مطار صرواح، وإن التقدم الذي أحرزه الجيش والمقاومة تجاوز مركز مديرية صرواح من الجهة الغربية، فيما لا يزال الحوثيون وقوات صالح يسيطرون على مركز المديرية. من صنعاء ينضم إلينا مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، إذن ماذا في تفاصيل المعارك في صرواح؟ نعم هشام، إلى الآن لا زالت المعارك تدور في جبهة صرواح التابعة لمحافظة مأرب شرق اليمن. أنباء تتحدث عن المقاومة الشعبية أنها على بعد 2 كيلومتر من مطار صرواح في محافظة مأرب وبالتحديد في مدينة صرواح. إلى الآن المعارك ما زالت بين كرين وفار بين الطرفين، المقاومة الشعبية تريد أن تسيطر على مركز المديرية غير أن هناك تعزيزات كبيرة وصلت لأنصار الله الحوثيين وكذلك لقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى المنطقة، والآن ما زالت المعارك، هناك عشرات القتلى والجرحى من الطرفين في وقت المقاومة الشعبية تحاول أن تتقدم، غير أن الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح يحاولون السيطرة على المناطق التي يسيطرون عليها في منطقة صرواح وبالتحديد السوق ومركز المدينة ومواقع أخرى في مدينة صرواح. هشام، كذلك في محافظة تعز تحديدا سقط حتى الآن ما يقارب 20 قتيلا وكذلك عدد من الجرحى من الطرفين في اشتباكات عنيفة ما بين المقاومة الشعبية من جهة وكذلك ما بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح
من جهة أخرى، وبالتحديد في منطقة مدارات ونقطة السمن والصابون في الجبهة الغربية للمدينة، ولا زالت الاشتباكات العنيفة تدور حتى الآن. بالنسبة لمحافظة الجوف وبالتحديد في مديرية الغيل تتواصل الاشتباكات حتى الآن. المقاومة الشعبية تقول بأنها استطاعت السيطرة على ثلاث مواقع استراتيجية هناك، بينما يقول الحوثيون في موقعهم بأنهم صدوا زحف من ثلاث محاور للمقاومة الشعبية، وبأن هناك غارة خاطئة أخطأت وقتلت نحو 12 من المقاومة الشعبية في المنطقة، ولا زالت المعارك تدور حتى الآن. قتلى وجرحى سقطوا من الطرفين، كل طرف يريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية بالتحديد في مدينة أو منطقة الغيلة التابعة لمحافظة الجوف شمال شرق اليمن. هشام من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك على جملة هذه التفاصيل. خلص تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن نحو 28 مليون طفل في جميع أنحاء العالم نزحوا من منازلهم قسرا بسبب النزاعات العنيفة، حيث يبحث معظمهم عن حياة أفضل. وقدر التقرير أعداد الأطفال النازحين في العالم أو في العام الماضي بنحو ثلث سكان العالم، كما قدر عدد الأطفال الذين نزحوا داخل بلدانهم ب 17 مليون طفل، وقال إنهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والوصول إلى الخدمات الأساسية. وأوضح التقرير أن 45% من اللاجئين الأطفال جاءوا من دولتين فقط هما سوريا وأفغانستان، وأشار كذلك إلى أن اللاجئين الكبار والأطفال يواجهون مجموعة من المخاطر من بينها الغرق أثناء عبور البحر وسوء التغذية والجفاف والخطف والاغتصاب والقتل، فضلا عن مواجهتهم للتمييز والكراهية عند وصولهم إلى بلدان أخرى. لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون في حادث خروج قطار عن سكته في منطقة العياط جنوبي العاصمة المصرية القاهرة. وقال مسؤولون في هيئة السكك الحديدية إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى أسوان، وإن سبب الحادث نتج عن خروج العربات الثلاث الأولى من القطار عن مسارها بسبب خطأ السائق في التحويل، وأدى الحادث إلى توقف خدمات القطارات من القاهرة إلى محافظات جنوب العاصمة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلية العسكرية صباح اليوم في بلدة قرارة جنوب قطاع غزة، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن 4 جرافات عسكرية بالإضافة إلى حفار توغلت عشرات الأمتار انطلاقا من موقع كوسوفيم العسكرية على الشريط الحدودي وشرعت بأعمال تجريف وحفر، فيما قالت صحف إسرائيلية إن قوات الاحتلال شرعت في بناء جدار خرساني على حدود غزة لمحاربة الأنفاق التي تقيمها حركة المقاومة الإسلامية حماس. أرجأت محكمة الاحتلال المركزية في القدس النظر في قضية الطفلين الفلسطينيين شادي فراح وأحمد الزعتري إلى 27 من الشهر الجاري، وخفضت المحكمة التهم الموجهة إلى الطفلين فراح والزعتري اللذين يقبعان في السجن منذ نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي إلى محاولة طعن مستوطنين بعد أن وجهت إليهما تهمة محاولة القتل. هذا وتواصل أسرتا طفلين التفاوض مع محكمة الاحتلال من أجل السماح لها برؤية ابنيهما خلال عيد الأضحى. والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. أعلنت ناسداك دبي عن إصدار سهم منفرد للعقود الآجلة تعكس نشاط 7 شركات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق الأسهم الإماراتية، ومع 1600 عقد تم إبرامه في اليوم الأول للإصدار من المتوقع أن يحقق نتائج طيبة للمرحلة المقبلة. يذكر أن الإمارات هي ثاني دولة خليجية تدخل سوق العقود الآجلة بعد الكويت. أعلنت هولندا عن مساعدتها لإسرائيل في مسعاها لتحسين إمداد مياه الشرب وتأمين مصادر الطاقة التي يحتاجها قطاع غزة، من بينها مد أنبوب للغاز الطبيعي. يذكر أن ساحل غزة يحوي ما يزيد
عن 3 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يمنع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الشركات الأجنبية من تقديم عروض الاستثمار. تشير آخر تطورات الحملة الانتخابية الأمريكية إلى تقدم مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في مستوى الدعم الذي تلقته من الشركات النفطية الأمريكية وموظفيها على حساب الحزب الجمهوري الذي يعتبر الحليف التقليدي لقطاع الطاقة الأمريكي. حقق الحزب الجمهوري بقيادة دونالد ترامب مساعدة لم تتجاوز 149 ألف دولار من الشركات النفطية مقارنة مع 525 ألف دولار للديمقراطيين. شهدت المدينة الصينية شانكسي قمة أعمال ليومين لإعادة إحياء طريق الحرير الذي يعبر 52 بلدا من الصين إلى أوروبا بمشاركة 500 ممثل حكومي بالإضافة إلى حميد رشيد رئيس وحدة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أشار إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمشروع الذي يعكس توجها جديدا في عالم الأعمال من خلال الاعتماد الكلي على القطاع الخاص وانعكاساته الخيرة لجميع الدول المشاركة. تسعى شركة أنتونوف التابعة إلى برنامج الصناعات الفضائية السوفيتي السابق الحصول على استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لتصنيع الجيل الثاني من أكبر طائرة شحن في العالم الذي انطلق لأول مرة في عام 1988، وفي حال توقيع العقد المنتظر سيتم إنتاج طائرة أنتونوف في الصين. أثارت قرارات الحكومة الأردنية رفع الضرائب وأسعار السلع والخدمات الأساسية حفظة المواطنين الأردنيين، وجاء القرار بموجب اتفاق أبرمته الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي مقابل منحها قرضا بقيمة 723 مليون دولار على مدى 3 أعوام. المزيد مع فرح العطيات. تتبع الحكومة الأردنية أسلوبا متكررا في سد العجز المالي في موازناتها عبر رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية واللجوء إلى جيوب المواطنين المثقلة أصلا بتكاليف الالتزامات اليومية، والذي اعتبروه أسلوبا غير مبرر. مجموع ما أنا بدفعه ضرائب، جمارك، إيجارات، التزامات يفوق ما يدخل جيبتي أنا صاحب الشغل. صراحة كتير جائر بالنسبة لإلنا الحكم هذا إنه ترتفع الأسعار بالشكل المهول. خطوات الحكومة تلك تأتي بمثابة حل سريع وغير محسوب بعناية للشروط القاسية التي فرضها عليها صندوق النقد الدولي في اتفاق أبرم مؤخرا مقابل منحها قرضا بقيمة 723 مليون دولار كدعم لتنفيذ برامجها الإصلاحية. هذه الحكومات تختصر الطريق على نفسها، وبالتالي تجد من السهولة أكثر أن تستدين من الخارج أو من البنوك المحلية على أن تبذل جهود للتنمية الاقتصادية ومن ثم تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة واستغلال فرص مثل تراجع أسعار النفط العالمية. وتضمنت بعض القرارات الحكومية إلغاء قرار تخفيض الضرائب على الألبسة والأحذية وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ما عدا العمومي منها. أعباء مالية إضافية فرضتها القرارات الحكومية برفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين، ففاقت قدرتهم على تحمل تبعاتها، مما يتطلب إيجاد بدائل أكثر نجاعة في معالجة مديونية الدولة. فرح العطيات، التلفزيون العربي، عمان. والآن مع جولة سريعة في أخبار الرياضة. تلقى بطل أوروبا المنتخب البرتغالي هزيمة مفاجئة أمام مضيفي سويسري بهدفين نظيفين في ختام مباريات الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.
البرتغال عانت من غياب قائدها كريستيانو رونالدو وفشلت في تقديم أداء يليق ببطل القارة العجوز. وفي لقاء آخر سقط وصيف أوروبا المنتخب الفرنسي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفي البيلاروسي في مستهل مشوار الفريقين بتصفيات المجموعة الأولى، ليفشل منتخب الديوك الفرنسية في مصالحة جماهيره في أول اختبار رسمي له بعد خسارة نهائي يورو 2016 على أرضه أمام البرتغال في يوليو تموز الماضي. أبدى مدرب المنتخب الإماراتي مهدي علي أسفه لخسارة منتخب بلاده أمام أستراليا بهدف نظيف مساء أمس في ثاني جولات الدور الثالث من تصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، متهما حكم اللقاء بممارسة الظلم التحكيمي على المنتخب الإماراتي. وأشار علي عقب اللقاء بأن الأبيض تعرض لخطأ تحكيمي تسبب في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، موضحا أن تيم كيهل الذي سجل الهدف قام بدفع اللاعب مهند العنزي، ولكن الحكم وحامل الراية تجاهلا الخطأ ونتج عن ذلك هدف الفوز لأستراليا. يواجه الأهلي ضيفه العين في قمة مثيرة في حساب الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي. الفريقان يدخلان المباراة بظروف متشابهة في ظل غياب عدد من اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الإماراتي في مباراة أمام أستراليا مساء أمس، ويسعى أصحاب الأرض لاستعادة توازنهم في البطولة بعد الهزيمة في الجولة الأولى، فيما تعتبر المباراة بمثابة الاستعداد الأخير للزعيم العيناوي قبل مباراة لوكوموتيف الأوزبكي في إياب دوري أبطال آسيا. أوقدت شعلة منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة الأمس في احتفالية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عشية انطلاق دورة الألعاب التي تحتضنها المدينة، وتم إيقاد النيران بالشعلات الخمس التي زارت برازيليا بالإضافة إلى أربع مدن مختلفة في البلد المضيف، بجانب شعلة أخرى سادسة قادمة من مدينة ستوك مانديفيل البريطانية التي تعتبر مهد حركة ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا وتفتتح الدورة اليوم في احتفالية بملعب ماركان الشهير وستستمر حتى 18 من الشهر الجاري. ختام النشرة، السلام عليكم.